نشرة الأخبار من التلفزيون العربي في لندن، والبداية بالعناوين. حلف شمال الأطلسي يعلن انضمامه للتحالف ضد ما يسمى الدولة الإسلامية دون مشاركته في المعارك. وزير الخارجية القطري يقول إن اختراق وكالة الأنباء القطرية جريمة، ويستنكر تعامل بعض وسائل الإعلام مع أخبار كاذبة بشأن قطر. واعتقالات جديدة على خلفية هجوم مانشستر، والشرطة البريطانية تنتقد تسريب معلومات عن التحقيق من فرنسا وأمريكا. أهلا بكم. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ إن الحلف سينضم إلى التحالف الدولي ضد ما يسمى الدولة الإسلامية دون أن يشارك في المعارك. ويأتي كلام ستولتنبرغ تلبية لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحلف إلى تعزيز دوره في محاربة التنظيم. وكانت مصادر دبلوماسية قد قالت إن سفراء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي اتفقوا في اجتماعهم أمس على انضمام الناتو إلى التحالف الدولي على أن يتم التصديق على القرار رسميا اليوم في قمة الرؤساء التي يشارك فيها الرئيس ترامب. وقد التقى ترامب رئيس الوزراء البلجيكي وناقش معه قضايا التجارة الحرة والحلف الأطلسي. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بروكسل مراسلنا لبيب فهمي. لبيب، مرحبا بك. الناتو يعلن انضمامه إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة دون المشاركة في المعارك، ماذا يعني ذلك؟ يعني أنها خطوة أولى كان الحلف لم يقدر عليها من قبل اليوم دونالد ترامب. وصول دونالد ترامب إلى بروكسل يؤكد للجميع أنه يرأس أكبر قوة عظمى في العالم، وبالتالي فهي التي تفرض مواقفها. دونالد ترامب كان قد قال من قبل للدول الأعضاء، رغم تعنت البعض كألمانيا وفرنسا مثلا، بأن على التحالف حلف الشمال الأطلسي يجب أن يدخل إلى التحالف الدولي، أن ينضم إلى التحالف الدولي لمحاربة داعش، واليوم فرض ذلك حتى قبل بدء الاجتماع. كما قلت، خطوة أولى، لأن هذه الخطوة تعني أن انضمام إلى هذا التحالف دون القتال، يعني أن الحلف سيشارك في كل ما يتعلق بتنسيق العمليات التي يقوم بها التحالف، وبتنسيق كل ما يقوم به التحالف الذي يضم دول إلى حد الساعة، التنسيق بتنفيذ هذه العمليات التي من المفترض أن تقضي على داعش. اليوم فرضها دونالد ترامب، وفرض العديد من المسائل كما قلت حتى قبل بدء الاجتماع، لأنه فرض على الحلف إنشاء خلية استخباراتية تتكلف بالإرهابيين، وخاصة فيما يتعلق بما يسمى بالمقاتلين الأجانب، وينتظر أن يعلن منسق لملف الإرهاب هنا للحلف مساء اليوم، لأن القمة لم تبدأ بعد، بدأ فقط رؤساء الدول في الوصول الآن، والقمة ستبدأ بعد حوالي ساعة ونصف أي وصول ترامب، وستنتهي هذه الليلة ربما بندوة صحفية ولكن ليس ببيان ختامي. لبيب، كان هناك لقاء بين رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هل كان هناك أي توافق في الرؤى بين الأوروبيين والولايات المتحدة، خاصة في ظل الفتور الذي أصاب العلاقة بين الطرفين بعد دعم واشنطن لمسألة البريكزيت؟ نعم، واشنطن كانت دعمت مسألة البريكزيت، لكن دونالد ترامب كان قد أعلن لرئيس الحكومة الإيطالية عندما زاره في واشنطن بأن أوروبا أو وحدة أوروبا تهمه، وأنه مسرور بالطريقة التي تجاوزت بها أوروبا هذه المحنة، وبالتالي تراجع عن أقواله السابقة. اليوم في لقائه مع دونالد توسك ومجموعة من المسؤولين الأوروبيين، لا يبدو أن هناك تم ربما التوصل إلى اتفاق ما، أو ربما العقبات تجاوز العقبات. دونالد توسك أكد بأن الفرق فيما يتعلق على الأقل بملف روسيا شاسع جدا بين موقف الولايات المتحدة وموقف الاتحاد الأوروبي، ولكن كان هذا هو اللقاء الأول ربما لجس النبض في العلاقات بين الطرفين، وربما سيعني ذلك بدء هذه العلاقات وربما تجاوز الأزمة في لقاءات مقبلة. لبيب فهمي مراسلنا من بروكسل، شكرا جزيلا لك. قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني إن اختراق وكالة الأنباء القطرية جريمة يحاسب عليها القانون، واستنكر في مؤتمر صحفي مشترك عقد في الدوحة مع نظيره الصومالي عبد السلام عمر تعامل بعض وسائل الإعلام مع أخبار كاذبة بشأن قطر، مشيرا إلى أن ما قامت به هذه الوسائل يعكس مهنيتها.
قطر تصريحات الأمير المتناقضة، فلم تمضي عدة أيام على لقاء جمعه مع الرئيس الأمريكي. في ليلة ظلماء حبكت المؤامرة، وفي مطبخ أسود تم التنفيذ عملية تشبه أفلام بوليود الهندية في طريقة إخراجها. قرصنة الموقع وكالة الأنباء القطرية تبعه بث أخبار عاجلة بثها مخترقو الموقع. وفي الحال كانت الماكينة الإعلامية للمطبخ الأسود تنتظر ساعة الصفر لبدء هجومها المضلل على قطر وأميرها. وعلى الرغم من إصدار الوكالة والخارجية القطرية بيانات عن قرصنة الموقع، إلا أن الماكينة الإعلامية استمرت في تضليلها. وزير الخارجية القطري أكد أن قرصنة موقع الوكالة هو جريمة وسيتم الكشف عن مرتكبيها قريبا. في البداية كما ذكرت ما يسمى باختراق لوكالة الأنباء القطرية هو ليس اختراق فقط، وإنما هو جريمة إلكترونية وفق كافة القوانين وجريمة يحاسب عليها القانون. وهناك هجوم إلكتروني تم شنه على مواقع وكالة الأنباء القطرية وبث تصريحات كاذبة لسمو الأمير أو تصريحات لم يقلها ولم يصرح بها. هناك تم تشكيل فريق تحقيق للتحقيق في هذه الجريمة. الفريق سيقوم بتحقيق جنائي للوصول إلى مرتكبيها، وسيتم تقديم مرتكبيها للقضاء، وستكون هناك كشف لنتائج هذا التحقيق، وستكون العملية ستتم بكل شفافية سواء من عملية التحقيق أو من عملية أو من كشف نتائج هذا التحقيق. صدر توضيح معلن. وزير الخارجية القطري أكد أيضا على أن العلاقات مع الدول الخليجية تقوم على الحوار البناء، مشيرا إلى أنه لم يتم التواصل معهم بشأن الحملة الأخيرة على قطر. اتصالاتنا مع أشقائنا في مجلس التعاون مستمرة، ولكن في بشأن هذا الحدث لم يحدث أي اتصالات، لأن هناك قناة واضحة وهناك وسيلة واضحة تبين ما حدث. بالنسبة لما تم تداوله في وسائل الإعلام، هذا شأن يخص الإعلام، ولكن لم يأتينا من قبل أي جهة رسمية. فضائيات عربية تربعت على عرش بث الأخبار الكاذبة والمرفقة عن أمير قطر، إذ أن تلك القنوات لم تراعي بيانات النفي صادرة عن جهات رسمية القطرية، بل ما زالت مستمرة في حملتها. نقلت قناة سكاي نيوز البريطانية عن مخابرات ألمانية قولها إن منفذ عملية مانشستر سلمان عبيدي كان في ألمانيا قبل 4 أيام من وقوع الهجوم، وقد اعتقلت الشرطة البريطانية رجلين آخرين على خلفية التفجير إثر عملية دهم في مدينة نونيتون وسط البلاد. وكانت الشرطة قد اعتقلت 6 أشخاص أمس في إطار التحقيق في الهجوم الذي أودى بحياة 22 شخصا. في هذه الأثناء قالت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إن الشرطة أوقفت إطلاع السلطات الأمريكية على المعلومات الخاصة بالتفجير الانتحاري بعد تسريب تفاصيل التحقيق، وهو الأمر الذي أغضب الحكومة البريطانية. وأكدت الشرطة على أن تسريب المعلومات المرتبطة بالهجوم أمر يضر بالتحقيق. غضب بريطاني على أعلى المستويات مما أسمته شرطة سكوتلاند يارد كشف وتسريب معلومات سرية عن التحقيقات الجارية بشأن تفجير مانشستر أرينا، أمر ستبحثه رئيسة الوزراء تريزا ماي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة الناتو في بروكسل بحسب تقارير صحفية. القصة بدأت بعد نشر صحيفة نيويورك تايمز صورا تظهر فيها معلومات تفصيلية عن الانتحاري الذي يعتقد وبحسب الصحيفة بأنه كان يضع عبوة ناسفة يخفيها تحت سترة سوداء أو حقيبة زرقاء، بينما كان يمسك الصاعقة بيده اليسرى، ويعتقد بأن طريقة ثانية للتفجير كانت جاهزة للاستعمال في حال فشل الطريقة الأولى. كما أظهرت الصحيفة صورا لمسامير وقطع معدنية تؤكد بأن القنبلة صنعت بشكل محترف، وبأنها كانت موجهة لإحداث أكبر قدر من الضرر في الأرواح، وبأن الانتحاري كان ومن دون شك على ارتباط بأشخاص آخرين. أمنيا ألقت الشرطة صباح اليوم القبض على شخصين يعتقد بأنهما على ارتباط بسلمان العبيدي، ليرتفع عدد الموقوفين إلى 8 بينهم والد سلمان وشقيقه، حيث تسعى الشرطة إلى معرفة إن كان لسلمان ارتباطات خارجية لدرء أي عمل إرهابي آخر. الشرطة
البريطانية أبدت منذ اليوم الأول لتفجيرات مانشستر أرينا تحفظاً حول إعطاء معلومات بخصوص مجريات التحقيق. لذلك جاء وقع التسريبات الأمريكية قاسياً على أولئك الذين رأوا بأنها لم تحترم الضحايا ولا حتى ذويهم. محمد الحجي للتلفزيون العربي مانشستر. يبقى معنا من مانشستر مفدنا محمد الحجي. محمد، كيف تبدو الأوضاع في مانشستر بعد رفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى؟ نعم هشام، يعني سأبدأ من حيث انتهى التقرير. هناك استياء عام من تسريبات الصحافة الأمريكية بخصوص مجريات التحقيق، وبخصوص أيضا تسريب المعلومات حول شخصية سلمان العبيدي وكيف فجر مسرح مانشستر أرينا. الشرطة داهمت هشام شقة يعتقد بأن سلمان العبيدي بقي فيها إلى حد الساعة 7 مساء، أي قبل 3 ساعات من تفجيره لمسرح أرينا. ويعتقد أيضا بأن الشرطة وجدت فيها بعض المعلومات المهمة، والآن جاري البحث كيف استأجر سلمان العبيدي هذه الشقة، كيف دفع إيجارها، ومن ساعده في استئجارها. رئيس شرطة مانشستر هوبكينز قال أن على المواطنين تحمل الضغوطات حاليا، لأن الشرطة قد تداهم الكثير من الشقق في عدد من الأحياء، وطلب منهم تفهم الوضع الحالي والحالة الأمنية والتأهب الأمني الذي تعيشه مانشستر. أيضا هشام، نعود هنا حيث أنا موجود في ساحة سانت أن، يتوافد الكثير من المواطنين هنا إلى هذه الساحة، يضعون الزهور ويقدمون طبعا، يعني يقومون بالصلوات على هؤلاء الذين قتلوا في مانشستر أرينا. وهناك لجان شعبية هنا توزع المشروبات وتوزع بعض بطاقات الصداقة على كل الأشخاص الذين جاءوا من مختلف المدن البريطانية، وهناك أيضا أشخاص جاءوا من دول أخرى إضافة إلى سكان مانشستر. هناك حالة من يعني التضامن الشعبي الكبير مع ضحايا هذه التفجيرات في مانشستر، وكذلك أيضا هناك كما قلت لك استياء كبير من موضوع التسريبات الأمريكية، لأن الجميع يريد هنا فقط احترام ذوي الضحايا واحترام أيضا أرواح الضحايا، لذلك يحافظون على أن تبقى الأمور بعاتق الدولة فقط وليس أكثر من ذلك. محمد الحجي من مانشستر، شكرا جزيلا لك. تتابعونا في هذه النشرة بعد الفاصل. الحشد الشعبي يسيطر على قرى وطريق استراتيجي غرب الموصل بعد معارك مع تنظيم الدولة. أهلا بكم من جديد. يواصل مئات الشبان التونسيين منذ شهر الاعتصام في منطقة الكامور بمحافظة تطاوين جنوبية تونس، رغم مقتل أحد المتظاهرين الاثنين الماضي في مواجهات مع قوات الأمن. ويطالب المعتصمون بالتوظيف في شركات البترول الموجودة في صحراء محافظتهم وتخصيص عائدات مالية سنوية للمحافظة. يذكر أن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي كان قد كلف الجيش بحماية منشآت إنتاج الثروات الطبيعية بسبب تعطل الإنتاج نتيجة الاحتجاجات. الطريق لم يكن سهلا للوصول إلى منطقة الكامور الصحراوية التي تبعد 130 كيلومترا عن مركز المحافظة. للمرة الأولى في تونس يتوجه مئات الشبان للاعتصام أمام منشآت نفطية للمطالبة بالشغل والتوزيع العادل لعائدات الثروات الطبيعية. انتهى الأمر بغلق أنبوب ضخ النفط بعد انسداد أفق التفاوض مع السلطة. هذا ماهوش غاية، هذا ما يفرحناش أنا كتونسي ولا كتطاويني، فهمتني؟ ماهيش غايتي باش نكسر ولا باش نهدر هكا، لا، أنا غايتي تشغيل، لولا والآخرة غايتي تشغيل. توقف الإنتاج إذن، ما دفع قوى الأمن للتدخل لفض الاحتجاجات بالقوة التي أسفرت عن مقتل متظاهر هنا في هذا المكان الذي حوله المحتجون بوسائل بسيطة إلى رمز له. ولهنا عفسوه بالعجلة لولا هنا، وعتل العجلة لولا في بطن لنا، ولهنا حطينا العلم هذا طرحه من الشهيد ورمز باش يقعد خالد حتى الروح الشهيد. لم يبقى إلا أثر مواجهات شاهداً على الأحداث. الناس الموجودة هنا ما زالت متواصلة في الاعتصام متاعها، وما زالت تنادي بمبدأ واحد
الكل مع بعضها تنادي بالتشغيل، تنادي بالحق الدستوري، حق في بالي للجهة كاملة. تبدو الأجواء ساخنة كحرارة الطقس التي دفعت هذا الشاب إلى النوم تحت عربة قديمة، وآخر ابتكر حلولا طريفة لقضاء شؤونه. يا توانس هذه حبوا يقتلونا بها، لكن احنا استغليناها خذيناها ونظفناها ولينا نشربوا فيها في التاي والماء. البقية في خيامهم يطبخون ويناقشون آفاق احتجاجهم في انتظار انفراج قريب. سلاحنا في سلميتنا وصمودنا في الإيمان بقضيتنا، عبارات ترددت على ألسنة المعتصمين. رغم مقتل أحد المتظاهرين وقسوة الصحراء وحرارة الطقس، يصر هؤلاء على مواصلة الاعتصام، رافعين أعلام تونس في مشهد يبرز قوة الانتماء للأرض والوطن رغم الشعور بالضيم. وسام الدعاسي، التلفزيون العربي، منطقة الكمور، جنوب تونس. يبقى معنا من تونس مراسلنا وسام دعاسي. وسام مرحبا بك. يعني المحتجون أبدوا استعدادهم للتفاوض والحوار مع الوفد الحكومي الذي سيتوجه اليوم إلى الكامور، ما سقف المطالب التي سيتم التفاوض عليها وسام؟ بالفعل هشام، سقف المطالب التي سيتم التفاوض من أجلها هي التشغيل والتنمية وإيجاد حلول لهذه المنطقة، وخاصة التوظيف في الشركات البترولية في الجهة، باعتبار أن منطقة التطاوين يعني توجد فيها عدة شركات بترولية أجنبية ناشطة في هذه المدينة. الحكومة كانت قدمت مؤخرا عروضا بالتشغيل لفائدة أكثر من 1000 شاب في الجهة، لكن يبدو أن المحتجين قد رفضوا ذلك وأعلنوا أن الحكومة لا يوجد لديها نية واضحة لتشغيل هؤلاء، ويبدو أن هناك يعني تفاصيل دقيقة هي التي يعني عطلت الوصول إلى توافقات بين الحكومة ومتظاهرين. ويبدو أن في الأيام القادمة سترسل الحكومة وفدا وزاريا للتفاوض مجددا مع الحكومة، سيما أن المتظاهرين أعلنوا يعني مواصلة اعتصامهم في منطقة الكمور جنوب تونس، ويعني كانوا قد أغلقوا يعني مذخة للبترول هناك، وهو معطل إنتاج الغاز والبترول في هذه الشركة البترولية في منطقة الكمور. وسام دعاسي من تونس، شكرا جزيلا لك. إلى الملف العراقي الآن، حيث أفاد مصدر عسكري أن فصائل الحشد الشعبي سيطرت على 4 قرى وطريق استراتيجي بعد معارك عنيفة مع ما يسمى بالدولة الإسلامية غرب مدينة الموصل قرب الحدود السورية. وأوضحت المصادر أن قوات الحشد انتزعت قرى قبة الوهبي وأرفيع وأرفيع الأول وملحات، كما تمكنت من السيطرة على طريق الرابط بين ناحية العدنانية وقضاء البعاج غربي الموصل، ضمن خطة لعزل ناحية القيروان بشكل تام عن قضاء البعاج. والآن مع جولة في أخبار المال والأعمال. تستعد أوبك ومنتجو النفط غير الأعضاء لتمديد تخفيضات الإنتاج لما قد يصل إلى 12 شهراً للتخفيف من تخمة المعروض النفطي، وبالتالي العمل على رفع أسعار الخام. ويتوقع معظم وزراء أوبك ومندوبوها ومعهم الأسواق تمديداً لتسعة أشهر بدلاً من الأشهر الستة المقترحة بادي الأمر، لكن بعض الدول مثل روسيا لمحت إلى تمديد أطول قد يصل إلى 12 شهراً. يتوقع صندوق الاستثمار بلو باي الذي تزيد قيمة أصوله الاستثمارية الإجمالية على 55 مليار دولار بأن يتجه الجنيه الاسترليني جنوبا في خط نشاطه المستقبلي مهما كانت نتيجة الانتخابات البريطانية المقبلة، وسط التوقعات التي تشير إلى أن مفاوضات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي تأخذ وجهة الخروج الصعب. وترى كبرى الصناديق الاستثمارية ومن بينها بلو باي أن الجنيه الاسترليني سيتراجع بنسبة 3% بحلول نهاية العام الحالي. حقق الاقتصاد الياباني الذي يحتل المرتبة الثالثة في العالم فترة النمو الاقتصادية الأطول له منذ عام 2006، مسجلا نسبة نمو ب 0.5% في الربع الأول من العام الحالي،
من مستوى 0.3% للربع الذي سبقه. ومع تسجيل اليابان فترة النمو الخامسة على التوالي، يخرج الاقتصاد الياباني من الصعوبات الكبيرة التي واجهها بسبب انفجار فقاعة العقارات والأسهم بداية التسعينيات القرن الماضي، والتي أغرقت الاقتصاد الياباني في مرحلة طويلة من التضخم السلبي. أقدم فيسبوك على توقيع عقود عمل مشتركة مع شركتي فوكس ميديا وبزفيد لبدء عرض مقاطع فيديو ترفيهية لفترات زمنية تتراوح بين 20 دقيقة و 30 دقيقة تتخللها عروض إعلانية. ويدخل فيسبوك مع هذه الخطوة التي ستعزز من عائدات موقع التواصل الاجتماعي الرائد في منافسة مباشرة مع شركة ألفابت التي تملك موقع يوتيوب الشهير وشبكات التلفزيون التقليدية. تجددت المواجهة العنيفة بين الجيش الوطني المدعو من المقاومة الشعبية والحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح في الجبهة الشرقية لمحافظة تعز. يأتي ذلك بعد يوم من سيطرة الجيش الوطني على كلية الطب ومدرسة عمار بن ياسر بعد معارك قتل خلالها ما لا يقل عن 15 عنصرا من الحوثيين وأصيب فيها نحو 30 آخرين بجروح. قالت مصادر محلية إن القوات التي يقودها خليفة حفتر سيطرت على قاعدة تمنهنت الجوية بعد انسحاب القوة الثالثة التابعة لحكومة الوفاق الوطني في مصراتة. وأضافت المصادر بأن القوة الثالثة انسحبت من قاعدة تمنهنت جنوب مدينة سبها فجر اليوم دون حدوث مواجهات عسكرية مع القوات التابعة لحفتر. وكانت قوات حفتر قد أطلقت عملية عسكرية في شهر آذار مارس الماضي للسيطرة على قاعدة تمنهنت الجوية. قالت الحكومة الصينية إن المدمرة الأمريكية التي عبرت قرب جزيرة صغيرة تطالب بكين بالسيادة عليها في بحر الصين الجنوبي دخلت مياهها الإقليمية دون إذن. وأعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية عن استياء بلاده الشديد ومعارضتها القوية لهذا التحرك الذي قامت به البحرية الأمريكية والذي يعد الأول من نوعه في عهد الرئيس دونالد ترامب. وكان مسؤول أمريكي قد أعلن أمس أن مدمرة أمريكية عبرت مسافة نحو 12 ميلا بحريا بالقرب من جزيرة ميستشيف الصغيرة في بحر الصين الجنوبي، مؤكدا أن الخطوة تهدف إلى التأكيد على حرية الملاحة في هذه المياه المتنازع عليها. يذكر أن محكمة تحكيم دولية في لاهاي أصدرت حكما العام الماضي أبطلت بموجبه مزاعم بكين بالسيادة على مساحات كبيرة من بحر الصين الجنوبية. اتهمت النائبة العامة في فنزويلا الحرس الوطني العسكري بالمسؤولية عن مقتل شخص وإصابة أكثر من 500 آخرين خلال تظاهرات المعارضة للرئيس نيكولاس مادورو. وأعلنت النائبة العامة أن ما لا يقل عن 52 مدنيا وثلاثة من عناصر الشرطة قتلوا منذ بدء موجة التظاهرات مطلع نيسان أبريل الماضي. وتعيش فنزويلا على وقع أزمة سياسية ومظاهرات شعبية ترافقها أعمال عنف خرجت احتجاجا على خلفية قرار المحكمة العليا المقربة من الرئيس مادورو تولي صلاحيات البرلمان الذي تشكل فيه المعارضة الأغلبية الساحقة. أهم أخبار الدوريات العربية والعالمية في هذه الجولة الرياضية. حقق المنتخب السعودي فوزه الأول في مونديال كأس العالم للشباب بعد تغلبه على الإكوادور بهدفين لهدف، وسجل هدفي المنتخب السعودي عبد الرحمن اليامي، وبهذه النتيجة رفع الأخضر رصيده إلى 3 نقاط بعد جولتين في المركز الثاني على جدول ترتيب المجموعة السادسة. توج مانشستر يونايتد بلقب بطولة الدوري الأوروبي لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على أياكس بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي أقيمت في ستوكهولم، وسجل بول بوغبا وهنريك ميكيتاريان هدفي يونايتد ليحرز بذلك الفريق الإنجليزي لقبه الثاني هذا الموسم بعد كأس الرابطة، ويضمن بذلك التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم. يواجه فولسبورغ ضيفه إنتراخت براونشفيغ في ذهاب مباراة ملحق تجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية في ألمانيا أو البوندسليغا 2.
وكان فولسبورغ قد أنهى الموسم في المركز السادس عشر ليجبر على خوض ملحق لضمان البقاء في البوندسليغا مع نادي أينتراخت برانشفيك الذي أنهى موسم الدرجة الثانية في ألمانيا في المرتبة الثالثة. تستعد عائلات الأسرى المضربين عن الطعام لاستقبال شهر رمضان المبارك بشكل مختلف هذا العام، حيث تواصل العائلات الفلسطينية مشاركتها في قيام التضامن المقامة في الضفة الغربية وقطاع غزة. أم ضياء الأغا والدة أسير فلسطيني مضرب عن الطعام تقول إنها تشعر بالألم لعدم وجود حل يفضي إلى فك الإضراب قبل بدء شهر رمضان. كنت أقول يا ربي يا ربي إنه يا ماضي يفرج عليك واجه مكسر، تقول يا ربي تبعث لي بالزيارة يا ربي. تذرف دموعها كلما تذكرت ابنها الأسير ضياء الأغا يتضور جوعا بعد إصراره على الإضراب عن الطعام مع ما يزيد عن 1500 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية. أم ضياء تقول إن شهر رمضان هذا العام بالنسبة لها مختلف، فهي لم ترى ابنها منذ 12 شهرا أو يزيد. حير صعب علي وعلى جميع الأمهات، حير صعب صعب. من اليوم احنا ما حدا ما بدو للضرب، واحنا والله والله كأن معامله ما يباخذ العلاج. والله يما كأني معاه حاسه فيه، معاك يما والله معاهم قلبا مغالبا. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يما الله يقفوا معاكو، وان شاء الله نطمن في القريب العاجل انكم فكتوا ضربكم. ترتب السيدة أغراضها وتنطلق نحو خيمة التضامن وسط مدينة غزة، حيث العشرات من الأمهات والنشطاء الفلسطينيين الذين يؤمون هذا المكان منذ 17 من إبريل نيسان الماضي. إحنا منا طويلة وإحنا قاعدين هنا، كأننا يعني تعودنا كأننا صايمين. صمنا رمضان قبل ما يجي رمضان وأخذنا على كده لأن أولادنا مضربين. العام حيكون إضربنا إفطورنا هنا، مش حنفطر طول شهر رمضان إلا لما الله يفرجها عليهم وفك إضرابهم يما. وبحسب أم ضياء فإن السلطات الإسرائيلية وضعتها على قائمة المنع من الزيارة التي تضم المئات من أهالي الأسرى الفلسطينيين دون تبريرات واضحة، لكن الحجة الجاهزة هي الدواعي الأمنية. ليست وحدها أم ضياء من تتجرع مرارة الألم، فأمهات نحو 6500 أسير فلسطيني يتجرعون مرارة الألم قبل كل مناسبة، وتحديدا قبل شهر رمضان المبارك، من دون احتضانهم لأبنائهم. باسل خلف، تلفزيون العربي، قطاع غزة. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة. زوروا موقعنا على الانترنت العربي.tv، كما بإمكانكم إبداء الآراء والمقترحات على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. السلام عليكم ورحمة الله.